بعد ما تفضل السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإعطاء انطلاقة الملتقى الصيفي للنزلاء الأحداث بالسجن المحلي أيتملو الإثنان في نسخته السابعة تحت شعار الملتقى الصيفي للأحداث فضاء للتربية والترفيه والإدماج. بطبيعة الحال نزلاء هذه المؤسسة بدورهم استفدوا من هذا البرنامج اللي فريد من نوعه كيدخل في ضمن البرامج يعني التأهيلية الفريدة اللي كتقوم بها المندوبية كل سنة بمختلف المؤسسات السجنية. بطبيعة الحال الفترة ديال هذا الملتقى الصيفي من السعود يوليوز اللي تم الانطلاقة ديالو إلى يستمر إلى غاية 12 سبتمبر 2024. بطبيعة الحال هذا الملتقى كيتم تحت الإشراف ديال أطر متخصصة ديال المندوبية العامة في شتى المجالات. بطبيعة الحال كاين اللي عنده دبلوم ديال التخييم، وبالتالي أن البرنامج كيحتوي على 4 المحاور غنية بفقراتها في مختلف الأنشطة الدينية الثقافية الرياضية في القيم على التربية على القيم المواطنة. الهدف بطبيعة الحال هو التوقيت ديال البرنامج اللي كيجي بعد التحصيل الدراسي يعني طيلة السنة والتحصيل المهني، وايضا تتويج لمجهودات النزلاء. كذلك الهدف الثاني هو الاهتمام المندوبيه العامه لاداره السجون والادماج بهذه الفئه ديال النزلاء الاحداث باعتبارها فئه هشه ومقاربه النوع الاجتماعي. كذلك كتمكن هذا الملتقى يمكن النزلاء من تمكين من كفاءات ومهارات اللي كتساعدهم في اندماج في المحيط السوسيو اجتماعي. 219 عندنا في المؤسسة. أجواء الصيفية كدوز مزيان، كنستافدوا من جميع الأنشطة بما فيها الدروس بخصوص الناس اللي عندهم الباك، وما وفقنيش الله باش نشد الباك من الدورة العادية، ولكن جبت استدراكية ب 8.52 ودوزت الحمد لله. إن شاء الله نكونوا من الناجحين، استفدنا من الدروس، استفدنا من كل شيء ان شاء الله. الله ولي التوفيق. الحصه ديال القران والوعظ والارشاد قدم لنا الفقيه من عين سبع الله يجازيه بخير، كيقرينا سوره الاعلاب القواعد والتجويد ومخارج حروف، وان شاء الله غيدير لنا حصه كل الاربعاء.